السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نفتح تقرير الروبوت اللي موجود على نفس وركس، نفتحه على الاكسل ونشوف المزايا، لان انا صراحة من محبي الاكسل. خليني اجي هنا على روبوت. طبعا احنا شرحنا القصة دي كلها في الدروس السابقة من بماربيا. هنا روبوت فورمات، هختار XML، HTML صفحة نت، دي تكست، دي صور فيو بوينت صور. طيب انا هقول له XML واقول له رايت روبوت واقول له سيف لي الروبوت دوت على الديسكتوب. تمام، هسميه مثلا كلاش. تمام، واقول له سيف، هيبدا يسيف لي المشاكل دي على هيئه ملف اكسل. اجي هنا واقول له افتح لي ملف اكسل واقول له فايل كوبي، او ممكن تسحب دراج اند دروب ملف دوت. هقول له انا عايز اعمل نيو او اوبن، وهقول له افتح لي من على الكمبيوتر بتاعي براوس الديسكتوب الملف اللي اسمه كلاش. كلاش، واقول له اوبن. بيقول عايز افتحه ك XML tab ولا read only workbook ولا خلي XML source task ban، شوف انت اني الافضل لك. ظهر بالشكل دوت. ده ميزته بقى ان انت تقدر تيجي هنا وتعمل فلتر بحيث تختار ايه الحاجات اللي انت عايز تركز عليها وتقول له اوكي، فيفلتر لك المشاكل حسب الاهمية او حسب الحاجة اللي انت عايز تركز عليها. ممكن مثلا تكون انت عايز تركيزك على الحاجات النيو او تركيزك على جراوند مثلا او، فاصبح عندك ريبورت قوي في كل الحاجات تقدر تفلترها. طبعا انا من الناس اللي بتحب الاكسل وبحس ان هو بيسهل الوقت، بيسهل حاجات كتير قوي، فان شاء الله يكون مفيد. ممكن تقول له انا عايز اركز على الحاجات اللي هي في الروف، فيبدا يجيب لك كلاشات اللي في الروف.